أكبر معرض لمقتنيات نجم الروكن رول الأمريكي الراحل ألفيس بريسلي بالقارة الأوروبية افتتح أبوابه الأسبوع الجاري في العاصمة البريطانية لندن. ويضم المعرض المقام بمتجر O2 الشهير أكثر من 300 من مقتنيات المغني الراحل وأسرته، منها سترته الشهيرة التي كان يظهر بها في حفلاته الغنائية، والبعض منها لم يسبق عرضه خارج ولاية ممفيس بالولايات المتحدة. وقالت أنجي مارشس مديرة أرشيف غريسلاند الخاص بألفيس بريسلي إنه لم يسبق إقامة معرض لمقتنياته بهذا الحجم لأنه بحاجة إلى موقع خاص. أردنا أن نأتي إلى أوروبا لبعض الوقت، وكانت هناك العديد من المدن التي كنا نحب أن نزورها. هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها مقتنيات ألفيس بهذا الحجم في أوروبا. متجر أوتو هو الاختيار الأفضل، ولندن هي الموقع المركزي للكثير من الناس في أوروبا. نحن فخورون للغاية لأننا عرضنا هذه المقتنيات في لندن. وأضافت مارشس أن المسؤولين عن مقتنيات بريسلي بذلوا جهدا كبيرا لنقل السيارات التي كان يستخدمها إلى لندن عن طريق شحنها في البواخر. كما توجد بالمعرض صور خاصة بألفيس وابنته ليزا ماري خلال فترة طفولتها. ومن المقرر أن يستمر معرض مقتنيات أشهر نجوم موسيقى الروك الأمريكيين حتى أغسطس من عام 2015. خالد حسين، رويترز.